كل نادي بيكون فيه لوحة شرف، صور لرؤساء مجلس الإدارات على مدار تاريخه. لو رحت نادي الزمالك هتلاقي الوضع شوية مختلف، هتلاقي صور كل الرؤساء السابقين للنادي متعلقين في لوحة شرف، وصورة مرتضى منصور متكسرة ومرمية على الأرض. ده كان بعد تكسير أعضاء الجمعية العمومية بالنادي لصور رئيس النادي السابق اللي اتعزل بسبب تنفيذه لحكم حبس لمدة شهر. ما فعله مرتضى منصور طوال سنوات ترأسه لنادي الزمالك كان يعني حافل بالتجاوزات، بالتجاوز عن الأخلاق العامة، عن أداب الاختلاف، اختلاف حتى يعني لم يكن يتورع مرتضى منصور عن سب أي رمز أو أي شخص بيقف قدامه أو بيقول له لا. فطبيعي أنه لما تنتهي حقبته في نادي الزمالك هتبقى النهاية بهذا المنظر المسيء وغير المشرف.